اصدقاء المشاهدين متتبعي الساحر المستدير راس شكل الكوره معشر السامعين حضرات المشاهدين هنا في القمة اهلا وسهلا بالحاضرين متتبعي كرة القدم عشاق قارو مواعيد الكرة هنا نحييكم من دور 16 دور 16 في بطولة النخبة الأولى في ميدان سوق الخمرة على كأس الأستاذ يقدم الأستاذ القدوم المباراة التي تمتلك فيها للثواني لقول كبار فريقين عريقين لهم صيتهم ولهم مكانتهم ولهم ريتمهم في مسابقات الكرة هنا في ميدان وعلى تربة ملعب سوق الخمرة بطولة النخبة الأولى في مباراة دور 16 تلعب الكرة وتكون في أرضية الميدان بين فريق اسمه ديل موندو ديل الأولمبي والعرضية الأولى عبرت مرة سليمة عرضة كون عرضية الرأسية سليمة وكرة عز الدين ولكن الحارس إبراهيم الطواسي كرة جاب على اليسار الجوهرة تلعب عدة أولمبي ولكن كرة سليمة للجوهرة عدة كرة حمراء واللون أي كرة ماضية لا مش مسكر خطيرة خطيرة يا صوت عدي إذا كنت زوي يا عدة عدة مش مسكر ولكن جا سليم الطواسي يستقد مستمرة هاي الكرة ستولالت مستمرة في الميدان كرة سر للدور والكرة ترجع لجدي زوهرة عدة فيها مر عدة خطيرة والدفاعات ترفض العبور الدفاعات ترفض المرور يا كاتب الاقدار الكره جات في مكان سليم يا رندو يا دار يا جد عرضيه التسديد عرضيه كره جات في مكان الجوهره يحاصر الاولمبي عدى عبد الله هرب سدوا هرب سدوا عدى عدى هرب انطلق فيها مر كره عبد الله عبد الله عبد الله يا عبد الله يا عبودي مر ولكن رميه جنبيه اختبار اختبار السرعه ثاني المتخصص والبروفيسور في الكرات العرضيه جول مره سليمه ماذا يقول القانون جات على اليسار راسيه استمرار عدى الكره جوهره 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 سامي 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 زراني جوهره عرضيه عدت ومرت عزوز عزوز يلعب كره طويله الكابتن اتاك على اليسار تعز كرة من جديد للجوهرة السالية ماضية الكرة جت بالراس ما زالت مستمرة والدفاعات كانت لها سامي سامي يا سامي يا سامي عدى سامي الزهراني أصدقاء المشاهدين بهكذا الطريقة صوت أول أوراق ونعجات وزمر صغر كونوا حاضرين في متعة ورعة هذا كرة من جديد الكرة قادمة خطيرة سامي زهراني فيها والعب سدوا جول اي 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 كرة ماضية كيف مرت الماضية عبر سليمة هذا كرة أولمبي عرضية عرضية الرأسية سليمة خطيرة ولكن عدت كالماضية مرت الكرة الماضية لزهرة زهراني يلعب كرة طويلة استمرارية امشي القاطرة الكرة جات عن طريق اللاعب عبد العزيز يا القحطاني يا القحطاني فما ماني ولكن عبرت الكرة الماضية والقانون يكون ركنية يا رب يعدي من جديد والكرة جات لزهرة زهراني يلعب كرة طويلة استمرارية امشي القاطرة الكرة جات عن طريق اللاعب عبد العزيز يا القحطاني يا القحطاني فما ماني ولكن عبرت الكرة الماضية والقانون يكون ركنية ركنية قادمة الآن ترجع كرة من جديد إلى مكان سليم والكرة جات في مكان سليم ولا حاضرة فيها للثواني يا أرضية الميدان عرضية الرأسية مرة سليمة عدت وجات ولكن القانون يكون ركنية جديدة لفريق يا رب يعدي من جديد والكرة جات لزهرة زهراني يلعب كرة طويلة استمرارية امشي القافلة الكرة جات عن طريق اللاعب عبد العزيز يا القحطاني يا القحطاني
تعرف اما ماني ولكن عبرت الكره الماضيه والقانون يكون ركنيه ركنيه قادمه الان تازع كره من جديد في مكان سليم والكره جات في مكان سليم وراح عبر فيها للثواني في ارضيه الميدان عرضيه فرسيه مره سليمه عدت وجات ولكن القانون يكون ركنيه جديده لفريق تازع كره جات لمؤيد صبياني الذي يعد احد ابرز اللاعبين في ارضيه الميدان والذي تفلسف وتحدث بلغه القدم هناك مع فريق السنابل الله على ذكريات نجم لمع وسطع في سماء المستديره تعرض كرة الجوهرة في الأوقات الأخيرة يرسيها التعب وتسرق أي مرة سليمة عبر سليمة ثلاث دقائق أخيرة ولبي المنتزع في كرة قادمة يا ستار أي قصيرة أدي يا الله جول متمكن مرة عبر سليمة عبرت الماضية سليمة كرة أولمبي عرضية والقانون أصدقاء المشاهدين نتوجه إلى ركلات الحظ لنختم الترجيع في هذا كلموا والله مكلمك يا باشا الحين دق عليه خرب عليه التصوير هذا كرة صالح يمشي صالح للجوهرة في الكرة يتقدم صالح هيك يقول جول قال الأولى خطرة لفريق الجوهرة الركلة الأولى لفريق الأولمبي الزهراني يتقدم الأولى الأولى يا زهراني ولبي جول الكورة عبرت مرة الأولى حركة يا تركي الركلة الثانية تركي يتقدم يمشي تركي جول الثانية خطرة لفريق الجرجع للاعب رقم 15 علي عثمان يا علي عثمان علي يتقدم علي جول يا معلم يا علي يركب كورة في يتقدم لها البديل يمشي يتقدم جول الثالثة في الشباك تحضر الهدف هذا الكورة من جديد للأولمبي يا الشرقي يمشي الركلة عبر جول والله كان هذا والله حصاله والله عينك ما تشوف الا النور نفس الرابعة رامي دي احسن من الشوطة صالح تاسع كورة الرابعة جول اوري هذه الكورة اللي يقولون عنها علي هذا التسديد اللي يقولون عنها علي الرابعة تحضر في رسالة عبد العزيز جول الركلة الخامسة تسقط في هذا الثاني أمل في هذا الكورة ولكن المنتزه في الركلة الخامسة يمشي وادي جول كرة قريبة ركلة بيضاء هذا الكورة الركلة المضافة يتقدم يمشي وادي جول يا معلم يا موسيقار الركلة تسكن السباك في مرة كثالثة ترجع كرة من جديد الركلة الثالثة جول والله معلم حتى قالوا ترجع كرة يرسي هيكل ومرة توي الكرة السابعة تقدر لجوهرة كرة الحسن والأخيرة يا أولمبي والأخيرة يا الأحمر والأخيرة يا أولمبي راتي أي على كرة القدم ترجع كرة الثامنة جوهرة جول أوري والكورة في الجول ترجع كورة الثامنة يا أولمبي الثامنة يا أولمبي جول
كرات المدافعين يمسي القلادون.